حملة واسعة تحت شعار الدراجة الآمنة أطلقتها ولاية أمن مراكش لحث مستعملي الدراجات النارية بضرورة التقيد الصارم بأحكام قانون السير تعزيزا للسلامة الطرقية. ولاية أمن مراكش انخرطت في هذا المخطط ديال السلامة الطرقية الخاص بالدراجات النارية. كما تعرفوا أن هذه الفئة عديمة الحماية تشكل واحد حيز كبير في مدينة مراكش، كاين عدد دراجات كبير اللي يستعملوا الطريق في مدينة مراكش، وبالتالي كاين مجموعة من الخروقات التي يقوموا بها أصحاب الدراجات النارية. وموازاة مع الحملة التحسيسية، تعمل المصالح الأمنية بالمدينة على التصدي بالكفاءة والسرعة المطلوبتين للتصرفات الجانحة وغير المسؤولة التي يقوم بها بعض سائقي الدراجات النارية والتي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. الدور ديال سرية المرور هو الحفاظ على السيولة وضمان كذلك واحد الانسيابية على المرور، وفي نفس الوقت نقوم بعملية الجزر لهذه الدراجات النارية المخالفة. وتشير معطيات ولاية أمن مراكش إلى إخضاع ما مجموعه 5960 دراجة نارية للمراقبة ما بين 12 و23 من يناير الجاري.